السلام عليكم. نكمل على المحاضرة السابقة بالشابتر 3 بكورس تولي هو Evaporation، وما وضحت معنى Evaporation التبخير، وخذت لك مثال وان في حالة عندك يعني سنجل واحد فقط مرحلة واحدة. درسنا تأثير عدد من Operation Condition، وصلنا إلى تأثير Steam Pressure. قلت لك أنا سابقا وضحت لك إن الضغط العالي رح يأثر على درجة حرارة الستيم، وبالتالي رح تزداد driving force بين تي ستيم اللي هي الداخل للبروسيس ناقص تي وان. هاي بريشر أكثر رح تكون مكلفة. Overall economy may be considered إيجاد the optimum steam pressure. لازم المصمم من يجي يصمم على الوحدة، أنت ما رح تصمم من هنا عدل، يعني ما عندنا وقت، ما رح نضطيك ديزاين كامل، رح نضطيك basic. لكن المصمم من يصمم الإيفابوريتر لازم يعرف الضغط التشغيلي بالاعتماد على الإيكونومي. الكونديشن الثاني اللي هو boiling point rise of solution. boiling point rise هو ارتفاع درجة الغليان بمن يدخل سائل، فأنا أرفع قبل لا أن يتبخر. فأس example مثلا نفرض أن المحلول المخفف عنده خواص ماي، it is not true always before concentrated. في حالة الكونستيتد سوليوشن الهيت كاباسيتي تكون ديفرنت فروم ووتر. قاعد درافينج جول ان امبيريكال ريت، عندنا قاعده بريدنج جول اللي هو الشارت اللي سحر لكم اياه، تربط لي بين البوينتنج بوينت للسوليوشن مع البوينتنج بوينت للسولفنت. سو ذس ريليشن اقدر استخدمها لايجاد البوينتنج بوينت رايز ات ديفرنت سوليوشن. نشوف هذا الفيجر، هذا الفيجر موجود بكتابك الجي كولز. نقدر من عنده إذا عندي محلول وما عندي البوينتنج بوينت مالته، فأنا أقدر أستعين بالشارت مع البوينتنج بوينت للمي وإيجاد الساتوريتد أت هاي إشقد نسبة مشبعة، أقدر أوجد منه البوينتنج بوينت. مثلا عندك محلول نسبة التشبع مالته 20، فأنا أعرف أن درجة البوينتنج بوينت مالت الماء 100، من 100 أسقطها على الكيرف العشرين، أوكي وين الكيرف العشرين اللي هو الثالث، فأرجع أسقطها على الثالث ثم أقرأ على الواي أكسس يطلع لي مثلاً 105، هذا البوينتنج بوينت للسوليوشن. سو هذا الشارت خاص فقط إذا ما عندنا بوينتنج بوينت، راح أشوفه بالمثال. أخذت تأثير الهيت حرارة المحلول. Most of the solution أغلب المحاليل عندما تنخلط أو تكون start temperature ما راح تعطيني حرارة affected. It is generally true or organic مثل محلول like sugar، محلول عضوي، حيث إن many of the inorganic عدد من المكونات العضوية الغير عضوية مثل السلفوريك أسيد والبوتاسيوم راح تتكون evolve significant heat on the dew، راح تأثر على الحرارة الفعالة. لهذا لازم أجد شكد كمية حرارة أحتاجها اللي هي required in addition as the latent heat، عندما المحلول المخفف dilution يحتوي على inorganic chemical. لإيجاد الحرارة نستعين بالchart اللي هو enthalpy concentration diagram، يساعدنا لإيجاد a different concentration of the in the solution. شوف هذا الشارت أيضا هو بالكتاب، يربط لي بين انثالبي للمادة، طبعا هنا بالبي تي يو على اي بي ام، وهنا وحدات الكيلوجو على الكيلوغرام المحلول. فايش قد نسبة كونستريشن محلول؟ مثلا عندي نسبة 0.2 ودرجة حرارة مثلا 10، اوكي ف 0.2 على 10 اسقطها ارجع اقرأ الانثالبي. اذا هذا، لكن هذا شنو طلاب الشارت محدود، انه هو جاي ينطيك فقط اذا عندك محلول ال NaOH يقدرون يستخدموه الطلاب بالمختبر، واذا عندي درجات حرارة من 10% مثلا و 48، لكن اذا اكو رينج خارج هذا فلازم نستعين بستيم تيب. الشارت الثاني استفاد منه انثالبي كونستريشن دايجرام. في حالة عندك سيستم
الإيثانول، الإيثانول هو water mixture. إذا هنا السيستم يختلف، طبعا عندك هنا الانثالبي وهنا الماس فراكشن وهنا عندك saturated vapor. إذا أيضا هذا جايبينه من الكتاب، إذا نحتاجه نأخذه. Example 2. An evaporator is used to concentrate، يعني مبخرة استخدمت لتركيز أو تقليل المحلول 4500 كيلو غرام، يعني هذا الكتلة المحطوطة الماس فلوريد. يحتوي هاي الكمية 20% من محلول NaOH. In time at T feed 60 to a product 50% solid. The pressure of the saturated steam is 170 kilopascal. إذا BS 170 وضغط الفراغ جوا الـ V vacuum 12 اللي هو دخل بـ evaporator. Will you overall the transfer coefficient 1560 جد the steam used يريد من عندك كمية steam يعني كمية S ويريد من عندك الـ economy اللي يجد كمية متبخرة الـ steam المستخدم ويريد من عندك المساحة الـ surface air heating. فالمعادلة الأساسية إن QU area في دلتاتي هي اللي أستخدمها الإنثالبي، لكن أصور أنا هسه السؤال حولته إليك بالرسم. فيت دخل بحرارة X في T فيت إنثالبي، عندك الستيم ضغطه ودرجة حرارة إنثالبي، عندك هنا ضغط الـ vapor pressure بالتوب composition Y و T وإنثالبي، عندك المتكثف وعندك الconcentrated air. بما أن X feed يحتوي 20 من مادة NaOH، فال X air منطيناها 0.5 كيلوغرام بالسوليوت إلى كيلوغرام بالبرودكت. الضغط 12 ضغط الفراغ حولناه للبار، وضغط الستيم أكبر بهواية طبعا 170 هو نفسه يدخل بالستيم ويدخل بالconcentrated يبقى والأوفربول. الملاحظة هنا أن T1 لا تساوي saturated temperature at ضغط 0.12 bar، لأن معنى درجة الحرارة اللي دخلت بيها 49 من جبناها من steam table وما تساوي saturated at هذا الضغط. لكن TS من جبناها من steam table ضغط 1700 اللي هي 1.7 bar لقيتها 115.2. فنجي نكتب المعادلة. ها هو البروسيس اني كاتبته لك من صبور، هاي جبناها الورقه من صبور كاتبيها طلاب ناقلين اياها. يريد من عندك الستيم ايكونومي اللي هي كميه البي على كميه الستيم، نحفظها. يريد منك كميه الستيم ايكونومي هي كميه الفيبر على كميه الستيم. اسوي ماتيريال بالانس الفي يساوي في زائد ال 4500 يساوي بي زائد ال، وسجلها معادلة 2 لأن المعادلة الأولى هي يو في اريا في دلتا تي. معادلة 3 فيد في الاكس فيد، طبعا المعادلة هذه للسوليوشن يساوي لك ال في الاكس ال على اعتبار بيور، يعني البخار طالع ما بي اكس. من هاي المعادلة 4536 في بوينت 2 يساوي لك ال بوينت 5، قدرت اطلع ال 1814 كيلوغرام بالاور. عوضت الـ 1814 المعادلة 2 طلعت الفيبر. إذن L over V موجود، بقى كمية الستيم ما موجودة. يجب أن يعني كاتبت لك هنت أنا ما مبين شوي عندك هنت يعني ملاحظة أنا يعني شو ترد لهم ريت على الصبورة. يجب إيجاد درجة الحرارة التبخر المطلوبة للحصول على 50% من المادة الصلبة. مش قد درجة حرارة لازم أحصل على نسبة 50% concentrated. فأروح لستيم تيبل، أنا كاتبت لك إياها بالتفصيل. جيب ستيم تيبل الضغط 11.7، أجد إن البوينت بوينت للووتر بهاي الدرجة 48.9. تي 1 إذا حصلناها 48.9. آخذ 8.4.9 أطبقها على الشارت الأول أبو NaOH بدرجة 48.9 وهو ماي. أنا كاتبت لك الشارت دراهام، يعني جايبته من جي كوبليس
فيجر 6 4 2 دزيتي كمان كتاب جي كودز. اذا الشابتر مختلف انت تاخذه من انا، اذا رقم الشابتر مختلف من الشارت سقطت من محلول كان الشارت بي عندي درجة حرارة وبي انثالي بي عندي درجة حرارة، فمن الاكس بوينت 5 قدرت احصل ان درجة الحرارة 89 المن للمادة الصلبة. كلام اذا البوينت بوينت رايس عن الحد الطبيعي ارتفعت ايش قد 48.9. بالاكس فيد نجي هسه على الاكس فيد، ات اكس فيد يساوي 0.2 للنيرو اتش، فان درجة حرارة الفيد عفوا 60. اروح للانثالبي كونستريشن تشارت اللي هو فيجر 6 4 3، طلعنا الانثالبي 204. روح للفيجر انا وياكم بس نحفظ ان الاكس فيد 0.2 درجة 60، المحلول كان تركيزه جديد 20% بالدرجة حرارة 60. اسقطها as example نوجد ان الدرجة ايش قد احنا نسقطها، طبعا انا ما اتذكر الارقام، لكن انت تاخذ المحلول منها على رقم الفيجر واسقطها من الاكس اكسس على الفيجر على درجة الحرارة اللي اصور 60، ثم اقراها اطلع منها الانثالبي as example مثلا مثالنا مو على تحديدين ما اتذكر الارقام، مثلا 20 المحلول 20 درجة حرارة 60 امشي قبل هاي عندك 37 65 هقول ناس 60، اقراها على الواي اكسس انثالبي يطلع لنا فوق ال 200 215. اذا بدات اوجد الانثالبي احتاجه انا، طبعا ها وحدات الكيلوجول وهنا البي تي يو، طلع عندك الانثالبي من الشارت 214. الان اوجد انثالبي للليكويد في حاله الصلد ان التركيز مالته 0.5، فنفس الشارت راح اطلع الكونستريشن انثالبي انثالبي للفيد هنا درجة الحرارة 60 هسه نفس درجة الحرارة مالتي يطلع لي 505. من اسقط كاتبت لك هنا للتوضيح تاخذ المحلول مو 0.2 هنا 0.2 هسه تاخذ 0.5 اسقطها على 60 اقراها 505. الان انثالبي للكويد موجود وانثالبي للفيد موجود، اجي اوجد من ستيم تيبل saturated vapor، انت تروح تحط steam table وطلع الرقم نفسه مو تقرا شفهي. for superheated vapor من زدت درجة الحرارة عن 84 الى 89 لقيت الضغط 11.7. at high condition وجدت steam table ان enthalpy vapor شوف درجة حرارة vapor اعلى 2667 كيلو جرام كيلو غرام. في حالة الساتوريتد هاي سوبر هيتد أكثر مسخنة، في حالة الساتوريتد فيبر بال 48 وبنفس الضغط وجدت إن الإنثالبي 2500. السي بي في سوبر هيتد فيبر رانجد من 89 84 at a boiling point rise من steam table وجدت إن السي بي 1.8 كيلوجو عن كيلوغرام. اجي الان اطلع المعادله اللي تخصني الاتش الانثالبي فيبر يساوي لك الانثالبي في حاله الساتوريتد زائد السي بي، طبعا مو احد يقول لي ست هاي قوانين ما كتير بالبدايه، هذا ايفابوريشن يعني شنو احتاج بالسؤال اخلي اعتماد على انت شنو ماخذ بالثرمو شنو ماخذ بالهيت، ما مو مشكلتي يعني، فاذا حد يقول لي هذا قانون ما موجود اعرف ان الانثالبي مالت الفيبر بغى انت ما ماخذه بالهيت ما ماخذه بالثرمو مو مشكلتي. انثالبي للفيبر يساوي لك انثالبي بالساتوريتد زائد سي بي في تي 1 ناقص تي. تي 1 ناقص تي هي البوينينج بوينت رايس، ايش قد راح ارفع درجه حراره. فانا طلعت الانثالبي بالساتوريتد 2590 وسي بي 1.8 ودرجه الحراره تي 1 اللي هي 89 ناقص 48 قدرت اوجد ال 2667 كيلو جرام اتش للفيبر.
نكمل. Now the solution إذا تحول to the saturated steam. الآن راح نشتغل على الستيم. فمن أروح الستيم تيبل أشتغل بضغط الستيم البي اس اللي هو جد أعلى من الضغط الاعتيادي 172. بالضغط 172 الستيم تيبل وجدت أن درجة حرارة الستيم 115. نلاحظ أن درجة حرارة الستيم أكبر من البوينت بوينت رايس نفسه. ليش؟ لأن ضغط الستيم أكبر. فبالضغط 172 ودرجة حرارة 115 اشقد من الستيم تيبل أيضا من كلك سامي عن الستيم تيبل اشقد جدت لا تنتهيت لأن البخار يحتاج لا تنتهيت ما يحتاج لسيبي وجدت لقيت 2214. نصور ماتيريال بالانس فيد في اتش فيد زائد هسه ماتيريال بالانس على البروسيس فيد في انثالبي فيد زائد ستيم في انثالبي للستيم هو اتش الستيم بالفيد ناقص H بالكوندنسيتد أوتبوت اللي هو الديفرنت مالتهم قلنا لاتنت هيت يساوي لك الأيل بالتو في انثالبي زائد الفيبر في انثالبي كلياتها موجودة وجدناهن. فقط طلعنا كمية الستيم من الانثالبي بالانس تطلع لنا 3255. الآن الحرارة S في اللاتنت هيت ويساوي لنا 2002 والكيو بما أنك وجدت الكيو الكيو هي نفس يو في أريا في دلتا تي أقدر أوجد المساحة 2200 أعوضها واليو 1560 أوفر أول والأريا أريدها ودلتا تي يا دلتا تي هنا ننتبه تي اس ناقص تي 1 داخل مو تي فيد لا تي 1 اللي هي تي بوينت بوينت رايز اللي نفسها تصعد بالفوق هي الفيبر فتي اس 115 وبوينت بوينت رايز 89 مو 98 خاصة بالفيد سو الدلتا تي اقصد تي اس ناقص تي للبوينت بوينت رايز بالتالي المساحة 49 تقريبا 50 متر مربع. مثال 3 A single effect evaporator هم سنجل طبعا اذا قلت لك سنجل معناته الايفابوريشن ما معقد يكون المعقد راح اشوفه بالمحاضرات الجايه من يكون مالتي افكت ايفابوريتر ا سنجل افكت ايفابوريتر از يوز تو كونستريت 9070 كيلو غرام بالاور من 20 كاستا صودا سوليوشن اذا يريد يوفر نسبه من الكاستا صودا سوليوشن بحيث هذه تحتوي على ماده صلبه 50% مالتها صود يريد يقللها نسبة الاكس فيد 0.2 والماس فلوريد 9070 الكيشو بريشر للستيم اذا بي اس 1.37 ابسوليوت ان ذا فيبر سبيس يعني ضغط الفراغ الجوي شوفوها اقل بهواي من دلس بالمليمتر بقى نحول هيك اقل بهواي من ضغط الستيم there is a point to point elevation يوجد point to point elevation انا قلت لك عن شو معنى ظاهرة الاليفيشن 22.7 زادت عن الدرجة قبل لا يوصل الطبقة والأوفر أول اليوم مطيني إياها 1400 عاد والفيت تمبرتشر 37 جد كمية الستيم اللي هي كمية الستيم سعقناها ترى هي V على S طلعها ها V عفوا S إن كان V هي V على S اللي هي surface wet area نفس المثال السابق بس نجيب ال عدد boiling point rise نجيب ال overshoot condition الضغط درجة حرارة الستيم تيبل منها واجد انثالبي للساتوريتد ليكويد والفيبر فديتا كاتبت لك اياها انا انثالبي ات 37 جبناها من الستيم تيبل 127 اتش الانثالبي للسائل ثيك ليكور 514 كيلو متر اكيلو الانثالبي بالفيبر اذا عم نعطيك اياها كل المعلومات هيت اوف فيبرايزيشن ستيم كيلو متر اكيلو منطقي اللي هي حرارة التبخير ومنطيني condensation temperature للستيم يعني تي اس الخارجي 126 نصور الماس بالانس العفو انثال بالانس على مود اطلع كمية الستيم
الفلويت 9070 كيلو غرام على الأرض، الإكس في بوينت 2 هذا فيل، هذا عندك ستيم، هنا فيبر، وهنا أون كوندنسيت، والجو هو عبارة عن الكونسنتريتد سوليوشن. خصصنا هالفيد بي 9000، الليكور ثيك ليكور يعني البوتوم برودكت بي اكس بوينت، قال لك بوينت 5 كونسنتريتد هي تركيز الصلب هو من البوتوم برودكت، وقال لك الانثالي بي للسوليد 514 اسيد كونديشن. الفيبر البخار ضغط الفراغ 100 وضغط الستيم 1.37، والإنثالبي قد 100 إذا ما نعطينا إياها بالستيم تيبل 2672، واللاتنت هيت 2000 اللي هي نفسها قال لنا كمية الحرارة التبخير لازم. درجة الستيم الخارج هنا 126، إذا أصوي ماس بالانس الفيت يساوي فيزا أد إل، ومن الماس بالانس أقدر أوجد بما أن عندي كميات كيلو غرام على السكند، فQ يساوي لك كتلة في latent heat ويساوي لك M كتلة الفيد ناقص كتلة البرودكت في H vapor ناقص M الفيد في H feed زائد M في H. أسوي balance للمادة الصلبة، مادة الصلبة دخلت بالفيد كمية في X وطلعت فقط بالبوتوم برودكت، فبالتالي كل الكميات موجودة أقدر، لأن يعني هاي بوينت 5 وهاي عندك بوينت 2، عندك الام طلعت ام كميتها بالبوتوم برودكت 3128 كمية الصادر بالبوتوم برودكت. الام للفيبر بما أن أنت عندك موازنة الفي يساوي ال زائد الفي، طلعت إذن كمية الام كتلة الفي اللي هي عبارة عن 5000 من نقص الفي ناقص 3000. الكيو كمية في اللاتنت هيت، هاي معادلتها من البالانس. أجي أطلع كمية الكيو اللي هي كمية ام اس في اللاتنت هيت للستيم، ويساوي لك نجي هسه بس نعوض قيم كتلة في انثالبي ناقص كتلة في انثالبي زائد كتلة في انثالبي، طلعت كمية الام. طبعا عندك اللاتنت هيت فهاي القيمة كلها قسمتها على اللاتنت هيت، تطلع عندنا كمية الحرارة الكيو كيلو غرام على سكند الماس المن لكمية الستيم اللي هي S. كمية الستيم احنا كنا نمزلها رمز S، هم بسرعة نمزلها رمز MS باعتماد كيلو غرام على S. كمية الستيم طلعت 1.9، اجي اعوض الكيو يو اريا دلتا تي، اذا الاريا الكيو عندك تقسيم الاوفر اول دلتا تي ياتي تي اس ناقص تي البوينت بوينت رايس. الستيم إيكونومي هي عبارة عن V على S، وعندك الـ V 5442 على 5400، قلنا V على S وكمية الـ S طلعناها جقت 6901، تطلع عندنا كمية الستيم 77% تقريبا. هذا فيما يخص الـ Single Effect Evaporator، خدنا أربع أمثلة على Single Effect Evaporator. المولتي إفكت إيفابوريتر شوية أعقد من السيستم السابق. لو ناخذ الفيديو شوفونا بالمولتي إفكت إيفابوريتر، هنا طلاب نزيد الإيفابوريشن، مثلا عندك أنت هنا فيبر، الفيبر اللي طلع من التوب برودكت حيكون فيد إمن للثاني البخار الثاني. زين انا اعرف ان الفيد يا اما يكون سائل وبماده صلبه وعندي بخار، فالسائل هو البارت بارتيكولي كونستريتد سوليوشن يكون فيد هنا، يعني اذا دخل في اكس فيد هنا اعتبره اكس ال 1 وهنا واي 1، فالاكس ال 1 راح يعتبر اكس فيد لمن المبخر الثاني، والبيبر الصاعد راح يكون كستيم. انا اعرف ان كميه الستيم انت تنطيه، لكن هذا راح يكون كستيم، فبالتالي الضغط ودرجه الحراره مات الستيم الاول بالكونديشن اوبريشن، لكن مات المبخر الثاني هي نفس البوينت بوينت رايس اللي طالعه ويا البيبر من فوق نفس الكونديشن.
الفاينل برودكت عندك فيبر يكون في عندك ستيم اير اللي هو عبارة عن المتكثف. So increasing كاتبت لك زيادة الإيفابوريشن كل كيلو غرام من الستيم عم تزيد كمية من التبخر لكل كيلو غرام واحد من الستيم. نخلي series of evaporator between the steam supply is called multi-effect evaporator. إذا استخدمت أكثر من مبخرة يكون يسمونه multi-effect evaporator. وطبعا multi-effect evaporator موضوع كلش مهم. نجي هسه ناخذ ترتيب هذه الإيفابوريتر، يعني مثلا هل ان الفيد اثنيناتهم نفس الجهة او بعكس الجهة، مثلا واحد متعاكس الثاني، فاذا كانوا نفس الجهة نسميه احنا فورورد، واذا كان متعاكسان الفيد المكان والستيم من الجهة الثانية يقول باكورد. فكاتبت لك انا there are three types of feed arrangement which are forward feed او backward feed and burial، أو ممكن أن يكون صوم توازي. This chapter يعني هذا الموضوع أنا ملخصة وقت المحاضرة ركزت على موضوعين هو ال forward وال backward feed. بال forward اللي هو system cell في هذا الترتيب the feed and the steam in the first effect and the pressure نفس الجهة يروحون، يعني نفس البايبات ما بيها تعاكس. So انتبه يقول the first effect، طبعا effect اللي قصد المبخر الفعال، اول effect يقول اعلى is highest and the pressure in the last effect is minimum. اكيد الستيم من يدخل الضغط اعلى من الافكت الثاني. So رح نحول الفيد from one effect to another without pump. ليش ما حنخلوه مضخة؟ لان هو داخل ضغط عالي. Forward arrangement for triple effect evaporator in figure below. شوف هذا هسه عندك الفيجر. هذا الإفكت الأول، الإفكت الثاني، الإفكت الثالث. بالإفكت الأول دخلت الفيد فلو جي بتي درجة حرارة والثاني بفيد، ودخل الستيم الضغط ودرجة حرارة عالية. هنا V1 و T1، T1 هذه هي V1 يكون أقل، أو ضغط الفراغ، شوفوا فراغ هو، فضغط الفراغ يكون أقل من ضغط الستيم، بالتالي D1 و D2 هو البرودكت، يعني هذا D1 أقدر أسميه كل نفسه بالبروسس الثاني مسمينه إحنا V1. إذن إذا سويت material balance عندك D من فوق وعندك liquid من جوا، فإن الفيد يساوي لك V زائد L، بالتالي هذا ال V أو ال D نفس الرموز، هذا ال V خل أشعر رمز الثالث أحسن لكم. هذا الفيد طبعا هنا أنا B not T not، وهنا أنا B1 B3 T1. فعندك B1 و B2 و B3 أحسن من هذا الرسم. نجي هسه D1 feed ناقص L، هذا الفيد ال V من طلعته من نقصت فيد ناقص ال L يكون يعتبر فيد للسكند إيفكت إيفابوريتر. إذن ضغط الأول، ضغط الثاني إلى ضغط الثلاثة، وأستمر إلى أن أحصل على كمية متبخر اللي أريدها. آخر برودكت V3 يروح على الكوندنسيت اللي يكثفه، ثم طبعا المكثف يحتاج ليكويد، ثم اطلع الى الفاينل برودكت. الخارج من عندي تو برودكت من البخار الاول، يا اما ستيم كوندنسيت طالع من الستيم متكثف اللي نفس درجه حراره نفس درجه حراره الستيم، او اللي خرج كونستريتد سوليوشن بكومبوزيشن اكس وال يكون فيد ان من للبروسيس الثاني، ولازم الضغط البخار الصاعد يكون أعلى من الكونستريتد، يعني كونستريتد الفالف مالته من جوا، لكن هذا يكون مرحل أعلى منه. الحسابات مالتي ناخذ بس هاي المعادلات من أول أسبوع الجاي، ناخذ نفس المعادلات بالسنجل ستيج إيفكت إيفابوريتر لكن درجات حرارة مختلفة.
الإفكت الأول Q1, U1, A1, Delta T1, حيث أن الدلتا T هي اللي راح تختلف. الدلتا T T0 ناقص T1 الفيد درجة الفيد ناقص T بالإفكت الأول. ال Q2, U2, A2 بدلتا T, دلتا T2 بتختلف. من هي دلتا T2؟ جت لها T1 ناقص T2 يعني T دخلت فيها ما تنفيد ناقص T اللي تغير درجتها داخل الإفابوريتر. 3 U3 A3 دلتا T3 T2 ناقص T3. So إذا أخذت overall أجمعهن تطلع T0 ناقص T3 وراح نتعلمها بالمثال.